بشهر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هذا الموقف موقف لا يعوض. نحن في شهر رمضان عندنا أربعة جمع، وهذه هي الجمعة الثانية عصر الخميس، نستقبل ليلة الجمعة وأنت في محضر المولى ساعة الصلاة. العدد عدد يعتد به، إذا دعا 40 استجيب لهم، فكيف بهذا العدد؟ لكل له قصة، جاء من محافظة بعيدة، جاء من مكان بعيد، كل هذه تراكمات، هذه الوجودات الطيبة تتراكم ليستجاب الدعاء بعدها. من أراد أن تستجاب دعوته فليرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أيضا نكمل الحديث عن فن الدعاء، الدعاء المستجاب، كيف نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء بين يديه. كلنا أصحاب حوائج، لا أعتقد هناك إنسان على وجه الأرض قضيت كل مآربه، حتى رؤساء ما يسمى بالدول العظمى لم يحققوا مآربهم، كل واحد يفكر في أن يقضي على الآخر. المهم كلنا لنا حوائج، ماذا نصنع لنصل إلى قضاء الحوائج؟ كلامنا في هذه الناحية. إخواني أنتم تسمعون بالاسم الأعظم، كل واحد منا يتمنى هذا الاسم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بلمحة بصر ينقل عرش بلقيس من أرض اليمن إلى محل سليمان. المهم الاسم الأعظم ما هو؟ لسنا في مقام التدقيق هل هنالك اسم معين، ولكن اليوم عثرت على رواية ينقلها المجلس في بحاره. سئل الإمام عن الاسم الأعظم، الإمام بين لنا حقيقة، قال كل اسم من أسماء الله أعظم. لا نستبعد لفظ الجلالة من الاسم الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو إلى آخره، لفظ الجلالة تشير إلى كل صفات الله عز وجل. الرحمن الرحيم إشارة إلى رحمته، ولكن لفظ الجلالة إشارة إلى المعاني الجامعة. يقول الإمام ففرغ قلبك من كل ما سواه وادعه بأي اسم شئت. نعم هذا هو الدعاء المستجاب، فرغ قلبك. نعم تريد أن تقضى لك معاملة شفاء من مرض، لا تعلق أملك على البشر، فرغ قلبك مما سواه ولا أقطعن أمل كل مؤمل غيري.
الذي يؤمل سوى رب العالمين اتفاقا يصاب بالخيبة منه. إذن من فنون الدعاء، من آداب الدعاء، أن تفرغ قلبك مما سوى الله عز وجل. رب العالمين إذا رآك منقطعا إليه يرحمك برحمته. هذا أيضا من آداب الدعاء بمناسبة فراغ القلب. أن هنالك معنى في بالي ادخرته لهذا اليوم، معنى لو حققته في نفسك أنت من أكبر الفائزين. هذا المعنى كونوا معي جيدا، معنى كما يقال استراتيجي مصيري. هنالك ما يسمى هذه الأيام كمقدمة أقول، هناك ما يسمى بالوسواس القهري. كثيرون مبتلون لا بالوسواس في الصلاة والطهارة. شاب يحب فتاة، هذه الصورة لا تغيب عن باله، هذا أيضا نوع من الوسواس. الوسواس القهري يعني صورة لا تغيب عن بالك تطرده من الباب، يأتي من الشباك. هذا الإنسان حقيقة أعصابه تتوتر. إنسان عنده خلاف مع أحدهم يعاديه، يصلي تأتي صورته، عند الضريح تأتي صورة المبغوض، العاشق تأتي صورة المعشوق، المعادي تأتيه صورة العدو، وهكذا. أجارنا الله تعالى وإياكم من هذا المرض. أقول كلمة، الإنسان يصل إلى درجة صورة امرأة لا تغيب عن باله، نعم صورة عدو لا تغيب عن باله، فكيف إذا وصل العبد إلى درجة يصاب بالوسواس القهري تجاه رب العالمين؟ طبعا ليس هذا بوسواس، ليس هذا بمرض، هذا تمام العافية. أن يصل الإنسان إلى درجة ذكر رب العالمين لا يغيب عن باله. هذا الإنسان يحتاج إلى مذكر، إلى محفز، إلى من يذكره بالصلاة، ينتظر أوقات الصلاة، لأن الله عز وجل ملأ جوانب حياته. قلنا في الأمس بيتا من الشعر، البعض يبدو استهواه هذا البيت يعكس هذه الحالة، أكررها لمن لم يسمعها البارحة. هذا الوسواس القهري يعني هذا الانشغال الذهني بالله عز وجل. قلنا في بيت، خيالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأين تغيب. هذا البيت الهج به في الطواف لا ضير، الهج به في عرفة لا ضير. بيت قد يبكيك خير من كلام قد لا يبكي. إذن سأل الله عز وجل هذه الليالي والأيام أن تصل إلى هذه المرحلة، يعني الذكر يصبح قرينا لك. ذكرنا في أوائل شهر رمضان في هذه السنة البعض، الذكر له كالهواء الذي يستنشقه، روحه تضيق متى تنفرج، عندما يأتي لزيارة الحسين عليه السلام طبعا تحت القبة. الآن التعبير العصري يقولون طاقة إيجابية، ما لنا وهذه التعابير؟ قبة الحسين عليه السلام، قبر الحسين متصل بالعرش، لو كشف لك الغطاء لرأيت الملائكة الشعث الغبر الذين يبكونه منذ أن قتل الحسين عليه السلام. لو كشف لك الغطاء، إمام زماننا مدمن على زيارة جده، أنت تأتي في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، حتى لو جئت في اليوم مرة، إمامنا
كيف يهمل زيارة جده؟ إذن هذا نريد أن نقول، إلى أين وصلنا؟ فرق قلبك مما سواه تصبح من أسعد السعداء، ليس هنالك شيء يخيفك، ليس هنالك شيء يستهويك. هذا المعنى لا يحتاج إلى شعر، بي آية من كتاب الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللغة العربية يقال لا النافية للجنس، جنس الخوف منفي عنه، في أحلك الظروف متوجه لله عز وجل. قبل يومين أو ثلاث قلنا قصة ربيعة، هذه القصة سمعتموها لعل قبل يومين، خدم النبي 7 سنين، ثم قال النبي له: ماذا تريد مني؟ قال: دعني أفكر. رجع بعد يوم قال: يا رسول الله، حاجتي أن تدخلني معك الجنة. الذي كان حاضرا يتذكر. ثم قال له النبي: أعني كما روي نعم بالسجود، الآن بكثرة السجود أو بطوله، ولكن اليوم رأيت تتمة، هذه التتمة تنعشك. نعم هذه التتمة لا بد أن أذكرها. النبي نكس رأسه، قال له ذلك، ثم قال: هذه هي التتمة المباركة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون بعدي فتنة يا ربيعة، ستكون بعدي فتنة، فالتزموا علي ابن أبي طالب. صلى على محمد وآل محمد. يعني يا ربيعة تريد أن تكون تدخل مع الجنة، عليك بالسجود وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا مكمل، جناح التوحيد وجناح التوسل، الإنسان يطير بهذين الجناحين. إذن هذا أيضا من آداب الدعاء بين يدي الله عز وجل. كذلك من آداب الدعاء، حاول هذه الأيام نأخذ دورة تخصصية في الدعاء، أفضل وقت هذا الوقت، الوجوه مقبلة وأنتم صائمون بجوار الحسين عليه السلام، هذه الفرصة لا تفوت. طيب المكسب والمأكل، الإنسان الذي يكتسب مالا محرما، يأكل طعاما محرما، هذا البدن فيه أمر مبغوض لله عز وجل، تأكل طعاما حراما، هذا الطعام الحرام اللحم غير المذكى يدخل المعدة، في بطنك نجاسة، ميتة غير المذكى ميتة. ما الفرق بين لحم غير مذكى مشوي في أرقى الفنادق العالمية وبين حيوان ميت؟ هذه ميتة وهذه ميتة، هذا نجس وهذا نجس. إذا جئت تدعو رب العالمين ينظر إلى بطن قذر، إلى بطن فيه حرام، هذا مثاله. تذهب لزيارة السلطان وأنت لا تعلم على ظهرك بقع من النجاسة، عندما تدخل القصر الملكي يقول نخرج، على ظهرك الدم مثلا، تقول لا أعلم، يقول نعم، ولكن مقام السلطان لا يناسبه، تناسبه القذارة. البطن المملوء بالحرام هذا البطن قذر، حتى لو دعوت بتوجه هذا يمنع الاستجابة. طبعا ليس هذا كلامنا، الإمام الصادق عليه السلام هكذا روي عن في الوسائل: من سره أن تستجاب له دعوته فليطب مكسبه. وفي رواية أخرى المهم إشارة إلى الطعام المحلل. ولهذا أعزائي إخواني، أنتم بحمد الله كلكم مقلدون،
لعل في المجلس لا نجد مجتهدا، كلكم مقلدون من فروع الدين الخمس. دعنا عن تشكيك المشككين، إذا كنت مقلدا تخمس، من لا يخمس ماله خمس ماله ليس له، هذا سهم إمام زمانك، والنصف من سهم الفقراء من ذرية رسول الله، تدعو لفرج الإمام ومال الإمام في جيبك، لا تعطيه لمجتهدك، كيف تطلب الفرج من الله عز وجل؟ ولهذا نصيحة لوجه الله، في أول شهر رمضان اجعل سنتك الخمسية، في شهر شعبان، في شهر شوال قلبك لا يطاوعك، ولكن في شهر رمضان في ليلة القدر اجعله سنة خمسية، لا تستقبل ليالي القدر وفي جيبك مال حرام، مال إمام زمانك يعني حرام، مال للغير، استقبل ليالي القدر وأنت نقي من هذا الجانب. الذي يطلبك مالا، أصحاب الظلامات هذه الأيام اطلب البراءة منهم، هذا أيضا من هذه الصور. رأيت بعض المتفقهين، بعض المحتاطين يذهب إلى بيت إنسان لا يخمس ماله، طبعا فقهيا لا ضير، الوزر عليه أن تتهنى، ولكن رأيت بعض المحتاطين يمد يده في جيبه يستخرج 1000 دينار مثلا، يقول يا رب هذا خمس هذا الطعام أريد أن أخمسه قبل أن آكله. نعم يبلغ به الاحتياط إلى هذه الدرجة. المهم أرجع وأقول من آداب الدعاء أيضا في هذا المجال، أشرنا سابقا أن تكون لله مطيعا، رواية طريفة في هذا المجال في معاني الأخبار، من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه. إن الله إذا أحب عبدا قبل منه اليسير من العمل، كن محبوبا، إذا كنت محبوبا عند الله عز وجل رب العالمين يقبل منك اليسير، هذا أدب من آداب الدعاء أيضا. أنا قلت مثال، هذا المثال يجسم، البعض له خادمة في المنزل بلاد شرق آسيا وغيرها، بعد 10 سنوات تريد أن تسافر حتى لا تودعها، خدمتك السنين ليست هنالك علاقة عاطفية، تعطيها مالا وتسفرها، ولكن ولدك عاق يؤذيك يتمرن، ولكن عندما يأتي معتذرا تستقبله بالأحضان لأنه ولدك. هذا الولد إذا لا يؤذيك تقول يكفيني ذلك. الخادمة لا تقيم لها وزنا مع أن خدمتها مضاعفة لأن العلاقة العاطفية منتفية. إذا صرت محبوبا عند الله عز وجل رب العالمين يسهل لك المعاملة، كما يقال يقبل منك اليسير ويجازيك بالجزيل، هذا أيضا من محطات الدعاء في هذا المجال. في الخبر هكذا، يا رب وددت أن أعلم، الرواية في الدعوات الراودي أذكر المصدر في أيام الصيام، بسم الله الرحمن الرحيم، وددت أن أعلم من تحب من عبادك ومحبه، من هو المحبوب عندك يا رب حتى أنا أحبه أيضا. أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. يقول واجعل لساني بذكرك لهجا، ولملم الحديث في آخر الحديث، كيف تسأل الله عز وجل
هذا أيضا من العبارات التي تفيدك أيضا في مواطن الاستجابة. سأل الله عز وجل بهذا الاسم. اشتكى بعض ولد أبي عن الإمام الصادق، الرواية الأخيرة في هذا اليوم، فقال: قل له، قل 10 مرات يا الله، فإنه لم يقلها أحد من المؤمنين قط إلا قال له الرب تبارك وتعالى: لبيك عبدي سل حاجتك. في مسجد الشجرة في الميقات تقول: لبيك اللهم لبيك، ولكن إذا قلت 10 مرات يا الله رب العالمين يقول: لبيك، أنا أجيب هنيئا لمن كان كذلك. نختم حديثنا بدعاء الفرج: يا وصي الحسن من خلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا. نعمل بالحديث الشريف حتى يقول لنا لبيك يا الله 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 يا الله. استجب لنا كما دعوناك. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة.